رغم سنين الحرب لم تتغير تقاليد شهر رمضان المبارك وعاداته، ومدينتي نبل والزهراء والأجواء المليئة بالإلفة والمحبة شاهد على ذلك. رعاية الأمة الإسلامية كلها بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم وشهر الخير. طبعا شهر رمضان فيه هالعادات وتقاليد عند كل المسلمين، وخاصة بنبل، مدينة نبل والزهراء، منهم بقبز هالمعجنات مثل معروك وراس بعجبي بيتفور. رمضان هو بيجمع الناس كلها بألفة ومحبة، محبة لكل الناس. الأخ بيروح عند أخوه، الصاحب بيروح عند صاحبه، والجيران بيجيبوا لجيرانه، وهذا بياخذ هذا صحن طبيخ، وهذا بيجيب هذا صحن أكل، والحلويات سنة كويسة. الأهالي يتمنوا في الشهر المبارك أن يكون هو آخر شهر فضيل من عمر الأزمة السورية، كما تمنوا النصر الدائم للجيش العربي السوري. هذا الشهر الكريم اللي هو شهر رمضان، اللي الله خلقه مميز برحمته، بصلة الرحم بين الأقرباء، بألفته، بجمعته، بمائدته المميزة. ومنتمنى لحنا أن الجيش إن شاء الله دائما يتقدم، وكل ما تقدم الجيش وكل ما حقق انتصاراته إن شاء الله لحنا منرتاح. شهر رمضان شهر المحبة، نحن نتمنى أنه هذا يكون آخر شهر رمضان يعدي على سوريا في هالأزمة. الشهر القادم نكون خلصانين من الإرهابيين ومن القتل ومن الدم، ويكون الجيش العربي السوري في نصره حقق الأمن والأمان لكل سوريا. شهر رمضان هو الشهر الفضيل الذي خلقه الله، مميز بأجوائه وطقوسه، ولطقوس السوريين بريق خاص بسبب ما يميزهم من عادات وتقاليد. شهر رمضان المبارك بنكهته الخاصة وأجوائه المتميزة يطل على أهالي المدينتين، وكلهم أمل أن يعم النصر والسلام على سوريا. النبل والزهراء، مصطفى كوسة، الإخبارية السورية.